معنا السلام هبة. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، اتفضلي يا هبة. إيه لو سمحت، أنا عندي حلمين صغيرين. كنت حلمت الحلم الأولاني أنا مامتي متوفية، تمام. حلمت إن هي كأن إحنا في بيتنا القديم خالص، أنا واقفة في الصالة كده وهي في الشارع قدامي، إيه فكأنها بتقول لي إن أنا خدت إفراج بس عليا لسه قضايا. تمام. أنا الحلم ده قلقني جدا، بس هي وشها في الحلم كانت حلوة، شكلها بيضة زي ما هي ومبتسمة، مش بس تمام. قصة ان انا عليا قضايا ومش عارفه ايه وحاجه حلو زي كده. حلو قوي، جميل فانا قوي قوي مبسوطه قوي ان هي جدا. جايه تقول لك الكلام ده يا هبه. تمام، ده اول رؤيه. تاني رؤيه يا هبه. ايه تاني رؤية؟ حلمت ان انا بشتري ملابس، اشتريت جيبة، جيبة اللي هي جيبة طالعة من كده درجات كده زي الدرس، والجيبة دي فيها زي دواير زرقاء، يعني هي مش سادة بس فيها زي دواير زرقاء، اللون الازرق باين او كده وشكله حلو. تمام. واشتريت بلوزه ماشيه معاها بس كان الطقم عاجبني جدا ومبسوطه بيه. فانا كان عايله الشنطه بتاعتي معلقاها ورا باب هناك في المكان، وجيت اخد الفلوس لقيت ان التعليقه اتغيرت، كنت معلقاها من سرها الطويل وبعدين لقيتها من ايدي الصغيره متعلقه، فخفت يكون حد خد الفلوس. فتحت الشنطه وطلعت فلوس، كان في السوسته فلوس عدتهم كان 400 جنيه. المهم ما لقيتش الفلوس اتاخدت، يعني تمام لقيتهم 400 جنيه وفي تمام فلوس تانيه في جانب تاني، بس انا الحلم خلص وانا لسه هعدهم، معرفش هم قد ايه. انتي متجوزة يا هبة؟ بس ايوه متجوزة؟ ايوه ومعاكي أولاد؟ لا لسه مش فاهم. ربنا يخليهم لك يا هبة، إن شاء الله هتجيبي. قولي يا رب. نعم هتجيبي ولاد إن شاء الله، ان شاء الله إن شاء الله، يا رب. إن شاء الله قريب إن شاء الله. بس أنتي بس محتاجة شوية تجهدي شوية مع نفسك ومع زوجك، وتحاولوا تقربوا من ربنا بالدعاء، وطبعا تهتمي شوية. طبعا الحلم الأولاني بقى يا هبة، أنا هفصل لك حاضر من عينيا. الحلم الأولاني كده مامتك عليها دين، مامتك عليها دين لحد، يا يعني مقترضة فلوس من حد، أو واخدة حاجة من حد، أو عليها حتى لو هي ما فيش حد واخد من يعني واخدة من حد حاجة كفلوس، هي كده عاملة عندها ندر، أو عندها حاجة كانت عاملاها بينها وبين ربنا وما كملتهاش. فالحلم بتاعها بتقول لك أنا الحمد لله ربنا يعني بعت لي إفراج، إن هي عشان تقول لك على القصة دي عشان أنت تبحثي وراها وتدوري وراها وتشوفي هي عليها ديون إيه، أو أنت عليكي ديون إيه من أيام ماما. يعني الدين ده مش شرط يكون متعلق بماما كماما، يعني الدين ده ممكن انت تكوني نفسك يعني عندك حاجه خطي فيها او عملتي عليك، المهم دين لحد، او مامتك كانت كده الله يرحمها. فانت تدوري في دفاترك القديمه كلها، ده طبعا اللي المفروض تعمليه عشان خاطر تسددي دينها. هي الحمد لله كده يعني خدت نصيبها، ان هي الحمد لله ربنا كده ايه بدا ايه الحمد لله كده يفك عليها حاجه حلوه جات لها من عند ربنا، دعوه حلوه، قرايه قران، صدقه كويسه، فربنا ايه فك من عليها عشان خاطر تيجي تقول لك انا عليا كان عليا ديون، او عليا ديون او مديونه او او او، لان هي كده بتنبهك او بعتلك رساله من العالم الاخر. فانت دوري على الديون اللي عليكي او على ماما او على اي حد من اخواتك او من اسرتك، وحاولي تسددوها يا هبه، عشان ده اول منام، ده كده انذار، وده اللي احنا كنا بنقول عليه يا جماعه، اللي هو الانذار اللي بيجي للانسان في المنام بتاعه، ان هو عليه شيء او ربنا بيوجهه لشيء او بيقول له لا تفعل ذلك او افعل.